قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. تذهبون إلى طبيب، الطبيب يكتب لكم وصفة ثم يقول لكم أنا ما أريد منكم أي أجر إطلاقا إلا أن تعملوا بهذه الوصفة. هذا العمل بهذه الوصفة لصالح الطبيب؟ لا، الطبيب لا ينتفع من ذلك، وإنما المريض هو الذي ينتفع من ذلك. إذا الناس كانوا يلتفون حول أهل البيت، يحبون أهل البيت، هذا نفعه كان عائدا لهم.